cabinet d'architecte de Meknès. Les dépenses de les cotisations, on a cotisé. Quand les contributions au siège national de 50 milliards. اليوم كان عندنا اجتماع الجمع العام للمهندسين المعماريين لجهة تطوان الحسيمة منطقة تطوان اللي تدرسنا فيها بعدة نقاط، الأساس منها التقرير الأدبي والتقرير المالي والبرنامج العام، تقييم البرنامج العمل لسنتين الماضيتين والبرنامج العمل المقبل. وفعلا هذا الجمع مر في أجواء يعني صريحة، وناقشنا المشاكل التعميرية والمعمارية اللي كتعرفها المنطقة ديال تطوان والمضيق الفنيدق، وناقشنا عدة نقاط، وفعلا يعني خرجنا بعد عدة توصيات من بينها أننا خاصنا ناخذوا بعين الاعتبار بناء مقر ديال الهيئة، وخاصنا يعني نتمموا الاتفاقيات اللي وضعناها مع الوكالة الحضرية وخاصة العالم القروي، وخاصنا يعني نطالبوا بإسراع دراسة وثائق التعمير اللي مازال ما بقى يعني ما تفكش المشكل ديالها، لأن الآن راه المنطقة كتعرف واحد الركود معماري، وهذا راجع لعدة أسباب منها الوثائق التعمير اللي في طور الدراسة. وكما لاحظتم أنه كانت عدة مداخلات اللي زكت هذه التقارير المالية والتقرير الأدبي، والحمد لله احنا يعني أبوابنا مفتوحة أمام جماعة المهندسين المعماريين، خاصة أننا قمنا بعدة إنجازات على الصعيد الوطني بما فيها القانون الداخلي الوطني، وبما فيها الاتفاقية اللي قمنا بها مع مجلس المنافسة، وبما فيها المساهمة في زلزال يعني الأليم اللي كان ألم به منطقة الحوز شيشاوة وتارودانت ورزازات، حيث كنا يعني تجندنا وقمنا بعدة أعمال بما فيها 15 مهندس معماري ومعمارية اللي مشاو من تطوان وتجندوا من أجل القيام بالتشخيص وإحصاء المشاكل اللي كانت متواجدة والدور اللي سقطت في ديك المنطقة. ثم قمنا بعدة دورات تكوينية هنا على الصعيد المحلي بما فيها قانون المالية وبما فيها الأمن ديال الحروق والانسوندي، وبما فيها قانون الصفقات العمومية، وبما فيها العلاقات ديال الوكالة الحضارية مع الهيئات المهندسين المعماريين، والمخطط يعني مازال فيه الاستمرار إن شاء الله في هذه السنة المقبلة. وفي هذا الإطار تم توزيع ديال الدبلومات على المهندسات والمهندسين المعماريين اللي شاركوا في الإحصاء وفي التشخيص ديال الزلزال ديال الحوز والشيشاوة وتارودانت وورزازات.